نص كلمة. أحمد رجب، كنت أتجول مع المهندس عثمان أحمد عثمان خلال بناء كوبري أكتوبر، فشاهد المهندس إبراهيم محلب وسط العمال يأكل ويشرب معهم ويناديهم بأسمائهم، فما الذي جعله رئيس حكومة بعيدا عن الفقراء فيرفع أسعار الوقود والماء والكهرباء وهو يعرف أن رفع أسعار الوقود سيؤدي إلى غلاء كل شيء؟ لماذا يفعل ذلك الرجل الطيب مع أنه رئيس حكومة انتقالية لا يجوز له رفع الأسعار؟ أحمد رجب.